سيدة تبتلع فرشة أسنان كاملة بالمنوفية. الست عمرها حوالي 40 سنة، جات لها نوبة عصبية، أو يعني زي نوبة عصبية كده أثناء غسيل الأسنان، فابتلعت فرشة السنان. هنا اتنين الأطباء اللي قاموا باستخراج الفرشة عن طريق المنظار، عملوا منظار واستخرجوا من باطن هذه المريضة فرشة الأسنان اللي ابتلعتها. ست عمرها 40 سنة، زي ما قلت في المنوفية، تم استخراج الفرشة من المعدة. دي صورة السونار اللي التقط فرشة الأسنان وتم التقاطها عن طريق المنظار دون أي تدخل جراحي. يعني الحقيقة كل الشكر والتقدير للأطباء اللي قاموا بعملية المنظار واستخراج هذه الفرشة الكاملة من بطن السيدة ذات 40 عام اللي تم استخراج الفرشة منها في مستشفى المنوفية. شكرا لكم.